السؤال هذا سأله الملك عبد الله بن عبد العزيز الله يرحمه ويغفر له، الشاعر الوطن خاف من هذا، وش شهادتك يا خلف؟ بس قبل الجواب انا ودي ارجع لاول مقابله صارت بين شاعر الوطن وبين الملك عبد الله. خلف بن هذال كان بالكويت وترك الكويت وجاء السعوديه، وقابل رجل وشيخ معروف، وكان بذاك الوقت على ما اعتقد انه امير الفوج التاسع اللي هو الشيخ تركي ابن فيحان بن ربيعان. تكلمت عنه قبل مقطعين اللي قال عنه بندر منصور تركي اليوم منا البلاء وغدا نعوج، حمله عتيبه كلها ما تشيله، يرسي كما ترسي البواخر على الموج ومنين ما صك البحر يرتكيله. فيوم قابل ابن ربيعان قال له تركي ليش تركت الكويت يا خلف؟ قال ما كتب الله نصيب. سبحان الله من المقابله ذيك كان فيه بكره حفل راح يخرجه رئيس الحرس الوطني الملك عبد الله اللي كان بذاك الوقت امير، والسالفه هذه كلها كانت بالطائف على عهد الملك فيصل الله يرحمه. فعلمه عن الحفل بيصير بكره وقال له تقدر تكتب قصيده يا خلف؟ قال باذن الله اني اقدر. وارسل ابن ربيعان سواقه الخاص مع خلف وقال خلك ملازم معه لين ما يخلص القصيده. وفعلا يوم خلص القصيده راح وسمعها تركي وانبسط تركي بالحيل بالقصيده، وقال الحفل بكره بعد المغرب وبتصير معي ان شاء الله. يوم جاء بكره اخذه معه وهو رايح كلم الملك عبد الله اللي كان بذاك الوقت امير وقال له انا عندي شاعر عتيبي جاي من الكويت وعنده قصيده ودي انك تسمعها. قال بتحيه الله. فيوم بدا الحفل وبدوا الشعراء كل شوي طالع شاعر قدام الملك عبد الله يقول قصيده، هذا ابو 30 بيت ابو 40 ابو 10 بيات، هذا على كلام خلف بن هذال يقول. فرحت عند الملك عبد الله وقلت له انا عندي قصيده يا طويل العمر اقولها. قال اصبر شوي. راح خلف بن هذال وجلس يقول يوم طول الوضع الموضوع طول عشان الحين ما قلت القصيده. يقول ارجع للملك عبد الله يقول جيت وقلت انا عندي قصيده اقولها ولا اروح. فرد عليه الملك عبد الله رد وكان زعل عليه الملك قال لا بالله الا رح. فراح خلف لا هو اللي قال قصيده وضايقت به الدنيا. لكن شوفوا موقف الشيخ تركي بن ربيعان، يعني تحسبونه باللحظه هذه قال انا ليتني ما جبت الشاعر هذا ولا لا، راح ورجع للملك عبد الله قال له انا طالبك طلبه انك تسمع قصيده هالرجال وبعدها سوي اللي تسوي فيها. فقال له ابد ابشر خله يجي ابو متعب ما يردك الله يرحمه ويغفر له. فيوم جاء خلف بن هذال مره ثانيه مدري مره ثالثه يوم قال قصيده قدام الملك، يوم الوضع اختلف فوظفه الملك عبد الله وخلاه عنده بنفس مكتبه وصار يروح ويجي مع الملك. لكن شوفوا الاحداث ما خلصت للحين. يوم من الايام بعد ما صار مع الملك وكان بمكتبه يقول في يوم من الايام كان في دوره قالها دوره المرشحين يدخلون ضباط، وخلف بن هذال كان جندي بذاك الوقت. يقول انا قمت من نص نومي افكر بالدوره هذه، يقول انا ليش معلق الرتبه نفس الناس وش ناقصني عنهم؟ يقول يوم جاء من بكره يقول انا اصبح على الملك طويل العمر انا طالبك ان شاء الله انك ما تردني. قال وش بغيت يا خلف؟ قال ابغى دوره المرشحين. قال دوره المرشحين ما هم داخلين لهم حول 20 يوم؟ قالوا اي والله داخلين وباقي لهم تقريبا 10 ايام 15 يوم وتخلص الدوره. فقال خلف ابد دخلني وخلني مع مدرب خاص يدربني لحالي وان شاء الله اني الحق فيهم. يوم لان الملك عبد الله شوي ساله سؤال قال طيب يا خلف وش شهادتك؟ قال اي والله معي شهاده ما اخذوها المرشحين كلهم. قال ما شاء الله تبارك الرحمن وش شهادتك؟ قال شهادتي انت يا طويل العمر، شهادتي عبد الله بن عبد العزيز. سرعت بديهه خلف الله يطول في عمره ويحفظه. ما بعد الكلمه هذه الا انه دخل في دوره المرشحين وتخرج شاعر الوطن خلف بن هذال، وصارت المسيره المشرفه لشاعر الوطن. الله يرحم الملك عبد الله بن عبد العزيز ويحفظ شاعر الوطن ويرحم الشيخ تركي بن فيحان ابن ربيعان. ابو متعب هو اللي قال عنه سعد بن جدلان ما يلتفت في الملوك ولا عيال الملوك، يقص راس الملك ويقول صبك هواه.